منذ التفجير الانتحاري تسارعت وتيرة الخطوات الرسمية لتمكين قوى الأمن من تأمين البلاد ضد الإرهاب. الآن أمام هذه القضية النكراء اللي هزت المجتمع الكويتي، هناك مراجعة شاملة لمثل هذه الإجراءات، وهناك سلسلة من المشاريع الآن معروضة على مجلس الوزراء الموقر، وهناك أيضا العديد من القوانين بإذن الله تعالى سوف تحال إلى مجلس الأمة الموقر لإقرارها، من جانب أن تعين الأجهزة الأمنية على القيام بواجباتها على الوجه الأكمل. نواب المجلس الذين أقروا تشريعات عدة في الشهور الأخيرة لتعزيز قدرة الأمن في مواجهة الجريمة والإرهاب، ومنها قانون نشر الكاميرات الأمنية في الأماكن الحيوية وقانون جمع السلاح وأيضا قانون الجرائم الإلكترونية، أكد كثير منهم دعمهم للمطالب الحكومية. إذا كان هناك حاجة إلى أي تشريع في الحال، نحن مجلس دورنا دور تشريعي ورقابي، وإذا كانت الحكومة لديها أي شيء يعرقل أداء دورها من الجانب القانوني، فمجلس الأمة على استعداد أن يشرعه في الحال، ولا نريد أن للحكومة أن تقوم بشيء خارج القانون. لكن البعض يأمل أن تكون الخطوات مدروسة ولا تكون مدفوعة بالعاطفة لكي لا تتخطى الحقوق الدستورية للمواطنين. أي إجراءات جديدة يجب أن ابتداء تكون مبررة، والتبرير يأتي في إطار ابتداء مراعاة الدستور. هناك ضمانات وحقوق أعطيت للمواطنين والمقيمين في الدستور فيما يتعلق بحقوقهم وحرياتهم العامة، يجب أن لا يكون هناك تجاوز. تأمين المنافذ احتل أولوية في منفذ التفجير الأخير دخل الكويت من المطار. اجتماعات حثيثة للطيران المدني ووزارة الداخلية والإطفاء والجمارك في المطار لتنفيذ خطة الطوارئ. لما نتكلم عن المراجعة نتكلم عن كل الأساليب المتعلقة والموصلة في هذا الاتجاه. المنافذ هي عنصر فاعل ويعتبر محور أساسي من ضمن الخطة الأمنية. وزارة الداخلية أعلنت أنها تقوم بمراجعة شاملة لكافة إجراءاتها الأمنية، وعدت باتخاذ تدابير أمنية مطورة سترى النور قريبا، خاصة مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان. الكويت تتلمس خطاها في سعيها لتأمين نفسها من الإرهاب، معولة على مؤسساتها الدستورية والأمنية، لكن سندها الحقيقي هو لحمتها الوطنية. سعد العنزي، سكاي نيوز عربية، الكويت.